أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. شهدت عدة محافظات عراقية، شهدت ومن بينها العاصمة بغداد، شهدت فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، مخلفة خسائر مادية كبيرة، وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين متهمين الحكومة بالتقصير لتدني المستوى الخدمي في عموم البلاد. وأظهرت صور ومقاطع فيديو غرق شوارع مدينة النجف وتحول المياه إلى العديد من المنازل والمحل التجارية، فيما تهكم مواطنون على واقع الحال من تحول شوارع مدينتهم إلى بركة لبحيرات الأسماك كما قالوا. دعونا نشاهد هذه الصور. والله خويت قطان وشبوك وابو خيزه كله موجود هنا بالنجف وصيب المكبر. حاليا اطل عليكم من بحيرات وانهار محافظه النجف لتربيه الاسماك ولدعم الثروه السمكيه بالعراق. انا اتواجد بحي يعتبر من افضل وافخم وارقى الاحياء المفروض طبعا في محافظه النجف، حي الغدير. حي الغدير حي كلش غالي، تسكن العوائل اللي يعني متمكنه ماديا. وحاليا انا باكثر شارع حيوي ومهم في حي الغدير اللي هو غدير كرامه، ويعتبر من الشوارع الرئيسية في محافظة النجف وشوارع تجارية. هذا حال حي الغدير. المي وين رصيف؟ هذا المي وين رصيف حاليا؟ طبعا الرصيف عالي، خاف واحد يقول رصيف ناصر، لا الرصيف عالي تمام. هاي الوضع مثل ما انتم تشوفونه، هاي السيارات تمشي غرقانة السيارة. طبعا انا قبل شوية تصور الفيديو سيارتي طفت بهاي المي، طفت السيارة، طلع عن الروح، جاء واحد شغل ياها. ومن النجف إلى الحلة في بابل، حيث شرع مواطنون بتشييد سواتر ترابية أمام مداخل منازلهم للحيولة دون غرقها بعد ارتفاع مناسيب المياه في معظم شوارع المدينة، في مشهد يتكرر كل عام منذ 2003، وذلك وسط عجز حكومي عن وضع حل جذري لهذه المأساة كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. بحيرة والله بحيرة، ما يصير هيك. شوف يعني يصير هيك، هذا المي راح يطب ببيتي انا. شو هدفي؟ يبون يدزونا تنكر والمحافظ والمختار. رحمة على والديك عمي، ترى والله ما يصير هيك. شوف هذا المي راح يطب بيوتنا، مو غرقنا والله غرقنا، ما يصير هيك. دزونا تنكر عمي، وينك سلاميات؟ وفي محافظة الأنبار، وثق عدد من المواطنين هناك غرق شوارع مدينة الفلوجة بعد هطول الأمطار. وتأتي هذه السيول في ظل تردي شبكات تصريف المياه في المحافظة، في وقت يقول عراقيون بأن المسؤولين يواصلون سياسة الدعاية القائمة على إعادة إعمار المحافظة وصرف أموال طائلة من أجل توفير الخدمات الأساسية فيها. وأظهرت صور من الفلوجة حال الأطفال خلال مغادرتهم للمدارس بعد أن تحولت الشوارع لبرك طينية يصعب السير عليها. فلنشاهد. وفي المثنى لا تختلف الصورة هناك عن الصور التي شاهدناها في الفلوجة، حيث ناشد عدد من طلاب السماوة مركز محافظة المثنى توفير مادة السباس لشوارعهم التي تحولت هي الأخرى لبرك من الطين بفعل موجة الأمطار
التي هطلت اليوم. دعونا نستمع لمناشدتهم في هذا المقطع. السلام عليكم سيدنا المحافظ، أريدنا سبوي صوت. أنا السماوة ساكنة شرقية أم مفتوش. ترى تشوف ولدك يمشون بالطين، ترى احنا طلاب مدرسي. ترى تشوف ولدك يمشون بالطين، ترى احنا أريدنا سبوي صوت لبيك. الحكومة سارعت بعد الأمطار وغرق الشوارع وتعذر السير فيها بمختلف المحافظات إلى إعلان تعطيل الدوام غدا بمختلف المحافظات، وكأن هذا هو الحل المناسب لهذه الكارثة. بعدين ظهر عجزها جليا في مواجهة موجة الأمطار. ففي كركوك مركز محافظة التأميم الغنية بالنفط أظهرت صور ملتقطة من هناك حال الطلبة خلال خروجهم من مدرسة كركوك سيتي الابتدائية. دعونا نشاهد قبل الذهاب إلى آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا تفاعل العراقيون مع هذه الموجة الثانية للأمطار والتي شاهدنا ما فعلت في شوارع العراق. أيمن علي يقول هي الصعوبة مو بالوصول للمدرسة وإنما الصعوبة بالخروج من المنزل، يعني الشارع غرقان. ضحى الشمري تقول كرفانات الأرياف غرقت بالكامل، شلون حيداومون التلاميذ؟ رائد الجميلي يقول ترى أغلب المناطق غرقانة، تعالوا شوفوا بعيونكم وتطلعوا على معاناة الطلاب اللي يمشون بالطين ويخوضون بالمي. أم فاطمة تقول شوارعنا صايرة طين ما تنطلع منها، والطقس ضباب الصبح، وخصوصا اللي يدامون بالأرياف والطريق خطر علينا. معنا اتصال أبو عمر من بغداد. إذن أبو عمر، موجة ثانية من الأمطار تهطل على بغداد وعلى المحافظات العراقية وتؤدي كما أدت الزخة الأولى للأمطار في فصل الشتاء على محافظات العراق، والحال كما هو يتكرر منذ نحو 20 عاما. رأيك؟ أرحب بك معنا أبو عمر من بغداد. حياك الله استاذ عمر، وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله جميع الساده المشاهدين الكرام. حياك استاذ عمر. احنا للاسف احنا اكثر من 20 سنه على حسب قولك وعلى حسب انه الحكومات اللي حكمت العراق، يعني نشوف هاي الامطار من قاعد تصير مده ساعتين او ثلاثه او اربع ساعات، نشوف فيضانات تصير اكثر من منطقه واكثر من محافظاتنا كلها من احياها، نشوف الغرق بيها يعني يوصل الى البيوتهم، توصل يعني بحيث انه المدارس اطفال ما يقدرون يروحون المدارس وما يقدرون ان يخرجون من صفوفهم. كل هاي الامور اللي قاعد تصير هاي من الامور الصعبه باني يشوفها المواطن العراقي او اي زائر يجي من بلد اخرى، من يشوف العراق بهيك وضعيه مده ساعتين وغرق. يعني مو لو نفرض انه منطقه واحده او حي واحد او محافظه واحده ممكن يتعالج، لكن بس العراق كله بصورة عامة انه دا يصبح شوارعها غرقانة ومناطقها، ويوصل المي الى بيوتهم سواء اذا كان في المستشفيات سواء اذا كان في المدارس. هاي تعتبر قصور من الحكومة العراقية وسلطة الاحزاب. هاي المفروض يعني ناهيك عن بعض الامور اللي نقص خدمات عندهم بالمدارس او نقص عندنا بكل امور. زين ابو عمر، معروف بانه لكل بلدية في اي محافظة هناك مخصصات مالية سنوية ترصد لاعمال الصيانة لاقامة مشاريع جديدة. ليش خلال 20 سنة ما تغير الوضع بالعراق من ناحية المجاري، من ناحية تصريف مياه الأمطار، من ناحية الخدمات؟ وين ده تروح هاي الفلوس؟ استاذ عمر، احنا نعرف كل زين احنا ان العراق صار لنا اكثر من 20 سنة يعاني من ازمات، يعني من ازمات كل قوية، اذا كانت بوزارة الصحة واذا كان
وزارة التعليم وإذا كانت وزارة الزراعة كل العراق يعاني من هاي الحكومات اللي حكمت العراق. يعني أزمات كثيرة أنه ما نحل الشعب. يعني من ضمن خلال موضوعكم أنه هاي الأمطار اللي قاعد تتساقط على بغداد ومحافظاته المفروض يعانون يعني الحكومة أو المسؤول عنها والبلدية الأموال اللي جاي تتخصص لهم وهاي اللي جاي تدفع لهم. أنه الحكومة تشوف أنه بغداد انغرقت ومحافظاتنا كلها جاي تدخل بسبب ساعتين من الأمطار. هاي المفروض يتحاسب بها الوزير، يتحاسب بها المسؤولين، لأن أمام عينهم يشوفون بغداد كيف جاي تخرج وكيف جاي المواطن يعاني. لكن للأسف أنه هاي الحكومة ما مهتمة للشعب العراقي وأبناء الشعب العراقي من يصير غرق عندنا ببغداد أو باقي محافظاتنا ويصير بها هاي الناس اللي بتتأذى بسبب الغرق. المفروض هي تكون نعمة على العراقيين، لكن للأسف ولو يعني استغفر الله يقول نقمة أنه هاي الأمطار تجي للشعب. هاي المفروض أنه تسواه يعني نعم. خزانات هاي المياه غير دول تستفاد من هذه الأمطار في زيارة مخزونها تستفاد من مياه تستفادون من هذا أستاذ عمر. لا لكن للأسف احنا عندنا بصف أنه المياه تقل، لكن هاي ماكو فكر أو ناس تفوقين يعني يستفادون من هاي الأمطار اللي جايدة تروح والغرق الغرق قاعد يصير عندنا ببغداد ومحافظاته. لكن نعم. للأسف ما عندنا أي رقابة وما عندنا أي مسؤولية وما عندنا أي رجل يحاسب، لا رئيس وزراء لا أي رئيس وزراء من الحكومات السابقة ولحد الآن حكومة محمد شاع السوداني دشوف هذا الضرر دشوف هاي المفهوم من واجباته أنه تكون قادرة على مسك الأمور قادرة على أنه الحكم أنه يصير عنده فتشي يعني هيبة الدولة وقيمة الدولة. هذه لكن تعكس على فساد الدولة وقيمة الدولة من قاعد نشوف أن الأمطار قاعد أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا أبو عمر من الناصرية. أبو عمر قبل أسبوعين تقريبا مطرت الدنيا بالعراق وغرقت الشوارع، بعد أسبوعين هم تكرر الأمر ومطرت كم ساعة وشفنا اللي شفناه بالمقاطع اللي تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. إلى متى يبقى حال غرق الشوارع بالعراق بعد كل هذه السنوات وكل هذه الأموال المرصودة للأعمال الخدمية والبلدية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. وانا كان اشتغل قناة الرافدين. الله يسلمك. والله الله يبارك فيك ويوفقك. يا اهلا بك. طبعا بالنسبه عن عمر البلديات هاي فساد اداري. يعني كل البلديات هسه بالعراق المحافظات هاي فساد اداري. هاي والله ما متفق عليها. يعني بين قائم مقام بين مدير البلديه وبين المحافظ دول كلهم فساد. يعني دول احجار. نعم كنت اسمعني. اسمعك عيني اسمعك. يا ريت تنصلنا تلفزيون فدوى ابو عمر. نعم نصلنا تلفزيون. اسمعني عدل. اسمعك بس نصلنا تلفزيون فدوى تفضل. وثانيا ما لاكو رقابه لاكو هاي. يعني البلاد صار هيك البلاد مع الاسف. يعني هذا يعني مشكله. يعني احنا الشعب العراقي يعني هم خسه ينظرون هسه مش عارف شفت المدارس. نعم هسه بالنسبه للمدارس هسه المدارس والله ما يخالف بس ذولا خطيه العالم هاي الخيم. يعني انتم ما تنظرون للعالم هاي للشعب هاي الخيم خطيه باردة الدنيا هناك باردة. هسه احنا بالجنوب والله بالجنوب نتحمل الشغلات. هسه احنا شفنا مقاطع حال الطلاب الابتدائيه وغيرهم. يعني الطريق كله طيب ده يعانون بالروحه وبالرجعه بالروحه يعني هم اقول لك هم شيء رئيس وزراء يعني ما يشوفهم هو ما يشوفهم. يعني ما دي مشكله. يعني هاي مشكله دولة مشكله. يعني هاي انتقام على الشعب العراقي. نعم يعني ده خدمات معدومه عمي. يعني خدمات معدومه. نعم شغل لك التعليم معدوم. يعني من جانب كلها معدومه. لا صناعة لا تعليم. هم عمدة العمي عمدة ذولة اجوا للبلاد ذولة ذيولة. المحرقة تربع على بلاده. شنو هو هذا؟ إن هذا بشر؟ لا والله مو بشر. يعني عيب عليكم. استحوا شوية استحوا. قلاب أطفال ذولة أطفال أو روز ذولة خطية. هذا التعليم مالكم يمشي بالطين يروح
يروح يفتح ولا يروح يفتح على مسافه اللي يوصل المدرسه بخافون من الله انتم بيا دوله صايره هاي. نعم اعطوني واحد معكم هسه بيا دوله. انا اشكرك اشكرك ابو عمر من الناصريه كان معنا. تشهد الاسواق في العراق ارتفاعا لقيمة صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وكذلك ترتفع أسعار السلع وخاصة الغذائية. طبعا أثقل هذا الأمر كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود مع عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات للحد من هذا الارتفاع المتصاعد في الأسعار. وتشهد العديد من الأسواق التجارية في العاصمة بغداد حالة من الركود وتوقف البيع والشراء بسبب انعكاسات ارتفاع سعر صرف الدولار كما يؤكد تجار البيع بالتجزئة. دعونا نشاهد ما قاله أحد أصحاب المحال التجارية في العاصمة بغداد حول هذا الموضوع. والله احنا هذه الأيام نمر بظروف صعبة، احنا نطالب الحكومة العراقية وعلى رأسهم السيد محمد الشاع السوداني أن يشوف حل لقضية الدولار. يعني هسه احنا ما قاعد نعرف، العالم متكتفة، ما قاعد لا قاعد تشتري، الأسواق واقفة، الأمور تعبانة. احنا مو قاعد نشكي لمحمد الشاع السوداني على شغلة، احنا لازم نصير يتسوي فدي مو مال الدولار. يعني قبل كان واقف الدولار 145 148 واقف، هسه صار 100، اليوم الدولار 156. المواطن ما قاعد يقدر يشتري، المتبضع ما قاعد يقدر يتبضع. إذن ارتفاع الدولار في العراق يؤثر على حالة المواطن العراقي بشكل عام وعلى الطبقة الفقيرة، حيث تضررت الطبقة الفقيرة من صعود سعر الدولار مع ارتفاع أسعار مستلزمات القوت اليومي بشكل أصاب طبقات في المجتمع العراقي بالهلع. ومع تزايد السخط في الشارع العراقي يحمل مواطنون حكومة محمد الشاع السوداني مسؤولية ما وصلت إليه ظروفهم المعيشية من عجزهم عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك لعدم إيفائها بما وعدت به خلال برنامجها الحكومي وإعادة التوازن للوضع الاقتصادي. دعونا نستمع معا لما قاله أحد المواطنين العراقيين حول أثر ارتفاع سعر صرف الدولار على الطبقة الفقيرة، فلنتابع. وريتكم متعاينون على هاي العالم الفقرة، ريتكم متعاينون على هاي العالم اللي انظلمت. يعني والله العلي العظيم العراق بيه ما جاي يرجع اللي وراه، وهاي مو وضعية. يعني هاي العالم الضيمية حالها، وكو عالم لا عتها رواتب ولا عتها، وعايشين على الله وعلى العمالة وعلى الحمالة. زين احنا هسا هذا الدولار ترجعه، الدولار 157. زين هاي العالم الفقرة ميلها، يعني اليوم الدولار شنو بالله هذا الدولار؟ يعني ما تقدرون مثلا تنزلونه؟ هاي تشوفون هل السوق كله واقف، كيفنا العالم من عمل على فترته نزلوا الرصيد كيفوا، شو التمن قب نار، الزيت قب نار، الغذائية قبت نار. زين وهاي العالم اللي ما عدها رواتب، يعني هاي العالم منين تجيب؟ وهو راس الشهر يطب منا يطلع منا، ابو المولد يريد وبالكهرباء يريد وبالإيجار يريد والمدارس تريد والبيت يريد. زين هذا الماء الدلارات بولهاي مين يجيب؟ هو رأس الشهر يطب منه يطلع منه. تتصاعد الأصوات المطالبة بالثورة على الحكومة الحالية لفشلها في المحافظة على قوت المواطنين من ذوي الدخل المحدود مع استشراء الفساد في كل مفاصل الدولة. ويجمع ناشطون على أن هذه الأزمة تتحملها الحكومة بشكل كامل، مطالبين بتدخل فوري وعاجل لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووضع رقابة على الأسعار، ومحذرين من العواقب التي تترتب على تأخر الحكومة في إيجاد حلول لهذه الأزمة. وفي هذا السياق نظم ناشطون عراقيون تظاهرة أمام البنك المركزي وسط بغداد اليوم الأربعاء للمطالبة بإرجاع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، أي إلى السعر القديم وهو 119,000 دينار عراقي، 119,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. دعونا نشاهد جانبا من هذه التظاهرة قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع تصاعد الدولار. هذه الناس قاصدة إلى بغداد، إلى السلطة التشريعية وإلى السلطة التنفيذية وإلى السلطة القضائية، تريد تخفيض سعر صرف الدولار الى 120 او اقل، لان الدولار قساوته على ارزاق.
هاي الظروف اللي احنا متوجهين لكم هاي القساوة للظروف الجوية من اجل ازاحة قساوة العيش والتجويع اللي صار بسبب رفع الدولار. يتفاعل العراقيون مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، ومنهم من قال كعلي أبو غيث يقول: إلى العراقيين الشرفاء، يجب علينا إرجاع الدولار إلى 120، لأن الوضع بعد ما يتحمل السوق والأسعار بدأت ترتفع دمار والله دمار. أما أحمد فقال: حكومة خدمات التي أطلقها السوداني، المواطن بدأ يلتمس الخدمات من ارتفاع أسعار الكارت الموبايل، كانت الدقيقة 120 دينار والآن 220، يقول الدولار كان 148 والآن 160. قاسم العابي يقول: إذا البلد سيطر على تهريب الدولار إلى الخارج وعدم التعامل بالدولار مع إيران سيرجع إلى السابق، وهذه أوامر البنك الأمريكي. علي يقول: مشكلة العراق كل واحد صاير دولة، ومن تجي تحاسب على الأخطاء يقول: مو بيدي القرار، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا كل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد. تسابق السلطات في العراق الوقت لإنجاز الترتيبات لافتتاح كأس الخليج العربي بنسخته 25 في محافظة البصرة، والذي غاب عن العراق طويلا، وبعد أن تبخرت الأموال المخصصة لإعمار المحافظة ومنها أموال البترو دولار التي كان من المفترض أن تساهم في تنمية البصرة بسبب فساد الأحزاب، تحاول اليوم الأحزاب نفسها التغطية على الواقع المزري كما يقول العراقيون الذي وصلت إليه المحافظة، والذي لا يختلف عن باقي محافظات العراق بإجراءات ترقيعية ووقتية لا حلول جذرية تنتشل المحافظة من واقعها المزري، حيث انتقد مواطنون من البصرة أوضاع المنطقة المحيطة بملعب الميناء ومن تكدس النفايات والمياه الآسنة فيه دون معالجة. دعونا نشاهد هذه الصور. السلام عليكم، الله بالخير. هذا ملعب الميناء، جاي تشوفونه؟ هذا هو ملعب الميناء. حوالين الملعب هاي الخيسة، جاي تشوفون؟ زين، اذا وفد خليجي مثلا اجى منا افتروا وشافوا هاي الوضعيه ايش راح يقولون؟ زين، هاي الخيسه امتى تنشال؟ شو وقت تنشال هاي؟ يعني بس مجرد يم الملعب حطيتوا اعلانات وما ادري شنو وغطيتوا الخيسه مالتكم، غطوها بخشب وحطوا بيها صور، يا باش اقول لك كل شيء ماكو. هاي الخيسه هاي. وبدلا من معالجة هذه المشاكل، لجأت الحكومة إلى تشييد جدار عازل لإخفاء العشوائيات وسوء خدمات المدينة، وانتقد مراقبون قيام الحكومة ومجلس محافظة البصرة بإقامة جدار إعلاني يحجب المناطق والبيوت العشوائية عن الزوار وعن الوفود القادمين إلى البصرة للمشاركة ببطولة كأس الخليج العربي، ويبلغ طول الجدار 15 كيلومتر. ويؤكد مراقبون بأن الجدار الذي أقيم لا يبرز معالم المدينة، بل ليخفي وراءه عشوائيات تخفي مقدارا كبيرا من الألم الذي يعتصر قلوب أهالي البصرة مع غياب الخدمات والكهرباء ومجموعة من الكوارث الصحية كانوا ضحيتها بسبب تلوث مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي، فضلا عن الدخان الأسود الناتج عن استخراج النفط الذي تغطي سحبه المحافظة ويسبب الأمراض السرطانية. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا المبلغ المخصص لبناء الجدار الإعلاني كان يكفي لبناء 1000 وحدة سكنية متوسطة التكلفة بدل عملية الحجب الجارية. دعونا نشاهد معا صورا جديدة لهذا الجدار الذي وصف بالجدار العنصري من قبل سكان البصرة قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي. تفاعل الجمهور العراقي مع هذا الجدار. باسم يقول: نسخة منه إلى المسؤولين الذين قالوا سوف نبهر العالم. أما وليد الشمري فقال: كان الأحرى توفير السكن الذي يليق بكرامة الإنسان دون اللجوء إلى أساليب المخادعة لإخفاء الحقيقة. مسلم يقول: لو مسوين مجمع سكني بهذه الكلفة للناس كان أفضل. علي يقول: لو الحكومات المتعاقبة لاقين حل لموضوع العشوائيات والتجاوز كان ما احتاجوا لهذا الجدار. نعم، معنا اتصال محمد من هولندا. يعني سنوات طويلة كانت البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام ينتظر استضافة هذه البطولة الرياضية الكروية
ولكن بدل ما يعني تستغل الحكومة المركزية والحكومة المحلية لإعطاء وكذلك بناء محافظة البصرة، تعالج بهذا الشكل، جدار إعلاني يكلف العراق مئات المليارات من الدنانير. يعني العراقيون كلهم على منصات التواصل الاجتماعي وأغلبهم يقولون كان بهذه الأموال تبنى مجمعات سكنية. أرحب بك أخي محمد من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك، حياك. وعليكم السلام ورحمة الله. مشاهدين جميعا، يا أهلا بك. أنا بس عندي مقترح صغير. نعم، قبل ما أعقب على سؤالك. تفضل عمر إذا ممكن. تفضل. أريد منكم بس دائما يعني تطلعون ولو دقائق برنامج يسموه كي لا ننسى. نعم. ودائما شهداء تشرين، شهداء عاشوراء، شهداء السلام. نعم. اللي خذلهم مقتدى. يستاهلون من عندنا متطور واحد من أجل العراق. نعم. عمر. ما كانوا رافعين بس هيد الله أكبر. يعني برنامج مع الناس يرصد دائما في إن كان في ذكرى ثورة تشرين يلتقي مع عوائل شهداء ثورة تشرين، وكذلك البروموهات إذا تلاحظ هناك بروموهات يعني تسلط الضوء وتركز على شهداء تشرين، على شهداء عاشوراء، على شهداء العراق بشكل عام. وياك أخي، بس أنا قلتي برنامج السبوع مقترح حتى مراحتكم. نعم نعم. السبوع كي لا ننسى. أشكرك، بارك الله فيك. أصبرهم أشابيهم، الله يرحمهم ويعوضهم الجنة. أمل الشحماني، صلاح العراقي، وغيره وغيره، الله يرحمهم. الله يرحمهم. أما سؤالك أخي عمر. نعم. هم يريدون يبيعون صورتهم شلون قدام الخليج والعالم، على أساس إحنا يعني يبيعون صورتهم على أساس حكومة زينة، أكو أمان بالعراق والبلد مزدهر وكل هاي التكاليف حتى مصلحتهم. نعم. أما هذا، أما البلد هو كله فقر وجوع وظلم وقتل وفقر، وشوف أنت بعينك بلد مدمر، على أساس إنه هو يشوف البصر. نعم. إنه الأمان أصاب أهل الباطل والكتائب يحكمون العراق، وتشوفوا إحنا مفروض كل شيء الشعب العراقي، بس الحمد لله أكو شيء اسمه إنترنت. يعني كان أخي محمد، كان العراق من المفترض أن يستقبل دورة الخليج، كأس الخليج بالعام 2013، يعني قبل 10 سنوات. يعني هم لو بهذا من ذاك التاريخ بدأوا بإعمار البصرة أو على الأقل المناطق المطلة على الشوارع العامة المحيطة بالملاعب، يعني كان هناك طفرة عمرانية 10 سنوات عمر، وهناك مبالغ مرصودة. وياك مسيرة الدكتورة دائما تؤجل يجلوها للخليج وغدرهم من الأمن، وماكو أمان العراق، هاي المشكلة. أنا صار 5 مرات وأجل بطولة الخليج. نعم. فقلت لك عمر هم يدلون صورتهم لكن خسروا وهم مفضوحين، وإن شاء الله على زوال. نعم. ما حب أطلع عليك عمر. أنا أشكرك أخي محمد من هولندا، كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، و مع ملف الأدوية في العراق والوضع الصحي في البلد، حيث حذرت تقارير دولية من خطورة الأدوية المهربة إلى العراق، والتي تديرها منظومة الفساد في وزارة الصحة ووزارة أخرى كما تؤكد تقارير دولية ومحلية، في ظل حالة الفوضى التي تشهدها المنافذ الحدودية. وتشير التقارير إلى فشل وزارة الصحة بعد 2003 في إيقاف إغراق سوق العراق بالأدوية غير الصالحة للاستخدام البشري، وفسح المجال أمام شبكات تجارة الأدوية المهربة للسيطرة على المذاخر الطبية. وتبرز في هذا السياق مشكلة أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة الأدوية الفاسدة، إذ أن الأسعار في الصيدليات متفاوتة وغير محدودة بسبب وغير موحدة بسبب غياب الرقابة والمتابعة الحكومية لضبط سوق الدواء في العراق. دعونا نستمع إلى مناشدة من أحد المواطنين من محافظة بابل حول هذا الموضوع. يعني إحنا إلى متى يبقى المواطن يروح يشتري دواء وهذا الدواء بكل صيدلية يختلف؟ يعني يجي يشتري من هاي الصيدلية سعر الدواء 50,000، للصيدلية المجاورة لهاي الصيدلية 70,000، يروح الغير مكان ب 40,000،
يعني هاي الأسعار المتفاوتة بالأسعار من يتحملها؟ يتحملها المواطن. أروي لكم هاي الحادث البارحة اللي صار. أنا قاعد أشتري دواء من أحد الصيدليات، والله العظيم جت مواطنة قامت تبكي. سعر الدواء مالتها 100,000 دينار. 100,000 دينار المرة تبكي تقول والله العظيم ما عندي، رحت للطبيب سعر التحاليل أخذ من عندها أبو التحاليل أخذ من عندها وسوى لها أشعة ووصلت الصيدلية تدفع ما عندها سعر ما عندها فلوس. يقولها الصيدلاني يقولها والله هاي الأسعار مالتنا لأن هذا الدواء مالتي أصلي. يعني معقولة هيك تدار الدولة يا وزير الصحة؟ اليوم أنت عندك انطلاقة لتعديل أمور الصحة، معقولة دواء بكل صيدلية إلى سعر وموضوع أصلي ومو أصلي؟ وين الرقابة مالتكم؟ لذلك إحنا نطلب من وزير الصحة مواضيع مهمة جدا تمس حياة المواطنين اللي هي موضوع تحديد الأسعار للدواء الموجود بالصيدليات. محددة ومكتوبة على كل علبة أدوية تلتزم الصيدليات بها وتشرف عليها وتراقبها وزارة الصحة. ويشهد نظام الرعاية الصحية في العراق فسادا كبيرا كما تؤكد تقارير يعكس فشل أسلوب الحكم كما يقول عراقيون ومراقبون. وعلى الرغم من أن العراق يحتل خامس أغنى دولة نفطية في العالم إلا أن سكانه عاجزون عن الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض، إذ تؤكد مصادر صحفية وتقارير دولية أن القطاع الصحي في العراق في طريقه للانهيار بسبب دمار البنية التحتية ونقص الأدوية والفساد في التوريد وهجرة الأطباء. في محافظة ديالى على سبيل المثال يفتقد المصابون بمرض السرطان للعديد من الأدوية الهامة لإنقاذ حياتهم في مشهد يبين الفشل الحكومي في الحفاظ على أرواح أكثر الشرائح التي تتطلب العناية الفائقة وهم مرضى السرطان. دعونا نشاهد هذه الرسالة. جاني رجل كبير بالسن يتجاوز 80 سنة، قال لي عمي رحمل أهلك روح المركز معالجة الأمراض السرطانية في بعقوبة. قلت له ليش؟ قال عمي نص الدواء ماكو وإحنا ناس ما عدنا، وأنا أشتغل على رجلي بهذا العمر واحتاج أبرة المناعة اللي تتجاوز سعرها 25,000 وما موجودة بالمستشفيات. وقال هاي مثال لمعاناة آلاف المراجعين المصابين بمرض السرطان في ديالى، لأن نصف الأدوية تقريبا ما موجودة، ومن نسأل المراكز الصحية يقولون ما مجهزين من وزارة الصحة. وأيضا أنا بدوري تواصلت مع الجهات المعنية وحقيقة تأكدت أن وزارة الصحة ما تجهز المراكز بهذه الأدوية. بس هي وين موجودة هالأدوية؟ جميع الصيدليات وأغلب الصيدليات في ديالى يتوفر بها هذا الدواء. شلون موجود الدواء بالصيدليات وما موجود بالمراكز الصحية؟ وشنو السبب؟ وزارة الصحة ما تجهز أخطر مرض وأدوية متوفرة ما تجهز به المراكز الصحية، وليش؟ طبعا من ضمن بيانات وزارة الصحة بأن أدوية مرضى السرطان توزع مجانا، ولكن الحال يقول غير ذلك. لطيف يقول المفروض تتوفر أجهزة متطورة لدى المستشفيات الحكومية لكشف المرض بشكل مبكر للسيطرة على معالجته، ولكن مع الأسف الدولة عاجزة بسبب هيمنة الأحزاب على الدولة. أكرم يقول مرض السرطان منتشر في عموم العراق وأنا من بغداد نفس المعاناة ويجب معالجة الأسباب بالدرجة الأولى. أبو بشير الكعبي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لمن نشتكي الأمر؟ لحكومة هزيلة أم لأحزاب متسلطة فاسدة همها الأول والأخير التفرد بالحكم والسيطرة على الكراسي بحجج واهية؟ باسم يقول وزارة الصحة نقول ما عندنا فلوس نوفر لكم العلاج، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا اتصال أبو علي من واسط، أرحب بك معنا أبو علي. يعني رسالة من مواطن قال فيها أنه من المفترض أن تكون أسعار الأدوية تحت رقابة وزارة الصحة وتكون أسعار موحدة في الصيدليات. يقول تروح على أبو صيدلية تلقى
السعر ب50,000، تروح على غير صيدلية تلقاه ب60، ذاك يبيعه ب70، هذا يبيعه ب40، يعني بالكيف ماكو رقابة. شنو رأيك بالموضوع؟ وآخر تحدث بمرارة عن أدوية مرضى السرطان وأسعارها اللي ما يقدر المواطن الفقير أن يوفرها إلى أو لأحد من أفراد عائلته، نسأل الله أن يشافيهم ويعافيهم. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أهلا بيك. حياك يا أهلا بيك. اللي هم نفسنا اللي الآن متسلطين على الشعب العراقي. نعم. من الأحزاب والجماعات والميليشيات. كل ما يضايقون يقول إحنا نحتكم إلى الدستور. الدستور يقول يجب العراقي من هو من أب أو أم عراقية، طبعا حوروها. نعم. مكفول التعليم والسكن والصحة والخدمات. نعم. يعني ليش ما تطبق الدستور بهذه؟ دولة ميزانيتها 120 مليار دولار، ما عندها أدوية، ما عندها مستشفيات، ما عندها تعليم. نعم. فلوس وين تروح؟ هذا أي واحد يسأل. موازنة العراق أكبر موازنة تقريبا موجودة بين الدول، بما نقول المتقدمة المنطقة وإنما نقول المتوسطة. نعم. لكن ماكو خدمات، يعني المفروض المريض ما يروح للصيدلية. صيدلية أكو يعني الصيدلية تجي تفرض من يعني تصرف من الدكتور الخاص، والمفروض الشعب العراقي ما يروح للدكتور الخاص، لأن المفروض الدكاترة يطبقون بالمستشفى وهو اللي يتعالجون. وكو عيادات استشارية. زمن الحصار، زمن الحصار الكل يعرف بلد محاصر، أدوية تجي تهريب وغيرها. طيب الآن مع موازنات انفجارية، الدولة كانت في زمن الحصار موازنتها لا تتجاوز 2 مليار دولار، الآن أكثر من 120 مليار دولار. هذا السادة الكريم يدل أن الموجودين والمتسلطين على الدولة بالأساس هم يعني مو عراقيين، لأن ماكو عراقي يسوي هذا الشيء بالعراق. ثانيا هم مو معارضة، هم عملاء، يعني على الأقل يعني توحيد الأسعار يكون تحت رقابة وزارة الصحة. هو أساسا وزارة الصحة، يعني ترى الوزارات السادة الكريم. نعم. الدولة شو تسوي؟ الدولة شنو اليوم وظيفتها الفعلية؟ وظيفة الفعلية أمرين: توزيع رواتب وسرقة أموال الدولة. يعني الموازنة 120 مليار دولار، 68 مليار دولار هذه رواتب وإجور. نعم. تجي على الباب الأول، الباقي اللي يفرض هو استثماري أو غيرها، هذا يروح للسراق لأن ماكو إنتاج موجود. يعني من يتوحد تريدون يوحدون العلاج، صدق يا أستاذ الكريم، بس يوحدون العلاج راح تدفع الأسعار مثل الدولار. هم يردون ينزلون قيمة حشو بالتنزيل قيمة الدولار، صعدوا الدولار. يعني حتى لو يخلون الآن العراق سوق حر، هل يخلونه سوق حر إذا هم ما يدون البلد؟ أي دولة الآن موجودة هذه الدول الاشتراكية بعد ما شافت أنها ما تقدر تواكب العصر، خلت دولها رأسمالية وانتهى الموضوع. يعني سوق الحر خلي يفتحون الناس تستورد علاج وتجيبه حتى تبيع على الناس الموجودة. يعني أنا مريض سرطان أو قلب أو غيره، بسبب إن شاء الله يشافيهم ويعافيهم. آمين يا رب. قبل كانوا يروحون لإيران، هسه منعوهم يروحون لإيران والهند، لأن حتى هم جماعتهم الأحزاب، تخيل الأحزاب قامت تشتغل بإيران والهند يا أخي، قامت تشتغل هناك، قاموا إذا عما يغصبون عليهم ولا يرجعونهم. لأن هسه الموجود الآن يعني مريض سرطان يدور على علاج ما يلقى، والسبب أنه دولة فاشلة، ويطلع وأنه يزور المستشفيات ويسأل كأنه ما ساكن بالعراق. نعم. لأنه جديد على العراق. أنتم تأكلون أكل بالعراق؟ من 89 المستشفيات قام ما تنطي أكل بالعراق. يعني جديد أنت على الشغلة؟ يقول الأدوية تأخذون لما تشتري، هو يقول الواحد يقول له أنا ملزم أجي لك علاجك. زين هذا واحد من 10,000، والباقي من يجيب لهم اللي ما شفتهم أنت؟ يعني أشكرك أبو علي من واسط وأعتذر على المقاطعة لضيق وقت البرنامج. نذهب إلى الهاشتاج. فعلى الرغم من شدة الصعاب وتقلبات الزمن لم تتغير أو تنثني بوجه الصعاب، فظلت كما أخيها الرجل صامدة بوجه التحديات التي مر بها بلدنا العزيز، ورفضت أن تعيش على هامش اجتماعي، بل كانت ولا زالت تمثل جزءا رئيسا في صيرورة المجتمع، ودائما ما يقود الحديث عن حقوقها واستحقاقاتها المشروعة إلى متغيرات ومسالك متعددة تختلف باختلاف في المراحل التاريخية التي تمر بها، لا سيما المرحلة التي أفرزتها حقبة الاحتلال
وحكوماته المتعاقبة والويلات التي واجهتها المرأة العراقية التي صارت نازحة وأرملة ومعيلة لأسرة فقدت الوالد والمعيل، الأمر الذي دفع ناشطين إلى التفكير جديا بإيجاد كيان يعنى بالمرأة وبهمومها بعيدا عن الحكومات وأحزابها. دعونا نستعرض معا عددا من التغريدات التي جاءت على وسم اتحاد المرأة مطلبنا على تويتر، حيث غرد عراقيون كالصحفي سامر الساعدي وقال: اتحاد المرأة العراقية يقول: هل تعرفون يا أصدقائي بأنه في العراق تم حل اتحاد نساء العراق بعد 2003 وإلى الآن لم يتم إقرار اتحاد يمثل المرأة في الدولة العراقية؟ يقولها متعجبا. أما الحقوقية الدليمي تقول: اتحاد المرأة مطلبنا تقول: نطالب بتأسيس اتحاد للمرأة العراقية لأنها تستحق واقعا أفضل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا. تقول المرأة العراقية ملمس حرير وسهم من قوس القوة. علا تقول: كل المجتمعات العظيمة كانت تقدس نساءها، وكل الحضارات المتقدمة التي خلدها التاريخ كانت رموزها نساؤها. أما بنت الرافدين فقالت: ما بعد 2003 عراق المواجع والفواجع والكوارث، اتحاد المرأة مطلبنا. نعم، تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول العديد من المواضيع، منها غرق شوارع بغداد وبعض المحافظات العراقية، ملف آخر وهو صعود الدولار يؤرق العراقيين، وملف مطالبة بتوحيد أسعار الأدوية وتوفير الأدوية للأمراض المستعصية كأمراض السرطان. نلقاكم يوم غد إن شاء الله أو بعد غد بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.